فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شيخ حسن الله عليك، قلتم في إحدى المحاضرات ما كان محرم قاعدة، ما كان محرما لكسبه حرم على الكسب فقط. نعم، بدي شيخ توضيح هذه القاعدة. هذا هو الذي نرى في المسألة، أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب، يعني مثل الربا. إذا مات الإنسان اللي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته، أما ما حرم لعينه كالخمر فهذا حرام على الفاعل وعلى من ينتقل إليه. وكذلك ما كان محرما قد بقي فيه التحريم، مثل المغصوب. المغصوب لو إنسان سرق مال ثم مات ونحن نعرف ممن سرقه فإنه لا يجوز لنا